مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى منكم الله يجزيكم بخير، أنكم كاملين تبارطاجيو هذا اللايف. هذه أم عندها جوج ديال الأطفال مصابين ب يعني ب عندهم السم والبكم، هو من الوليدات ديال السم والبكم. الوليد الصغير اللي عنده 8 سنين دار ليه الام العمليه، بحكم ان البنيته اللي عندها 15 سنه ما حالفاش الحظ انها دير ليها زرع القوقعه، ولكن الوليد اللي عنده في عمره 8 سنين دارت ليه زرع القوقعه، ولكن القوقعه دابا حاليا خسرات. دابا حاليا خاصها واحد الباتخيك، خاصها الخيط ديال هذه القوقعه. هي غتوريهم لينا الام، انتم كيف ما كتشاهدوا معنا، هذه الباتخي اللي خاصك وهذاك هو الخيط. يعني ضروري هاد الام خاصها، يخليك هادشي اللي خاصك. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير انكم تعاونوا هاد الوليد، حيت غيوصل في العمر ديالو يمكن 9 سنين غيعاودوا ليه عمليه واحده اخرى. دونك خاصو يكون او موان سمع بالقوقعه الاولى باش يقدر يسمع بالقوقعه الثانيه ان شاء الله. اختي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما نكذبش عليك اختي، قلت شي الفقر، فقر صعيب بزاف، بقاو في وليداتي وما بغيتش نشوه راسي بحال هكا. ماشي شوها اختي، دابا انت كأم كطالبي العلاج، كنطلب كندير نداء للمحسنين الله يجازيهم بخير. كأم بغيتي انت وليدك يسمعوا يهضروا؟ ما كرهتش منهم كلمه ماما؟ لا والو، بنتي دابا عندها 15 عام ما عمرني سمعت منها كلمه ماما، والحمد لله على كل حال. دابا الامنيه ديالك هي تسمعي وليداتك هكا. ما كرهتش ولدي، دابا درتها لي دابا المده ديال 4 سنين. كيفاش وفاش اول مره غيدير القوقعه ويسمع صوتك وانت تقدر يبدا كيهضر دابا؟ بدا كيهضر، يلاه بدا كيسرح الهضره، بدا كيتعلم يهضر الساعه على قدر ما شاء فعل، خسر ليه الباتري، بدا كيقول ماما، بدا كيتعلم الحروف، بدا ولكن خسر ليه الباتري. ما عنديش باش نشري ليه باتري واحد اخر وخيط، انا ما بغيت لا فلوس لا والو، بغيت شي محسن يشريهم ليا ويعطيهم لديك الوليد الله يجازيه بخير. بزاف. اي ام، اي ام كيبقى فيها وليداتها، اي ام راه مشى كتهز ولادها بسنانها، اي ام اختي. دابا انت حاليا اختي باش كتشوفي وليداتك حتى هما ما قراوش؟ ما قراوش، انا دابا ولدي ضايع ما كيقراش، بنتي الكبيره حتى هي كذلك، ومثال المدرسه ديالهم خصك وخصهم الفلوس باش يقراو. ما كيقراوش مدارس ديال السم والبكم؟ لا، كنت البنيه الكبيره قريتها عام وما بقاش عندي باش نخلص ليها، ما لقيتش الراجل، حتى هو خدام غير عساس يعني على قد الحال، يعني ظروفكم الماديه الظروف وكارينا بيش مع الجيران، وما يعني الظروف شويه صعيبه. كنطلب من الله ومن المحسنين الله يجازيكم بخير وتلقاوها في الحسنه عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا من حلال الوليد هذا، شريوا لي غير باتري وخيط، ما بغيت لا فلوس لا والو، بغيت غير باتري وخيط الله يجازيكم بخير. هذاك الباتري وخيط شحال داير الثمن ديالو؟ الباتري قول لي داير 40000 ريال والخيط داير 23000 ريال. هذا هو الثمن ديالو؟ هذا هو الثمن ديالو. سولت عليهم، عندي النمره ديال السيد اللي كيبيعهم. فسولت تصدمتي بهاد الاثمنه؟ تصدمت لحقاش شويه جاتني قاصحه، يلاه مكافين مع الكرا والمعيشه راكي عارفه الظروف شويه صعيبه من بزافاش. دابا انت كأمك راه تسمع شنو ديري لوليداتك يرجعوا يسمعوا ويهضروا؟ ما كرهتش يمشيو للمدرسه يقراوا ويجيو، ما كرهتش انا نكون كنمارس الامومه ديالي بحال اي ام مع وليداتها، ولكن الحمد لله على كل حال. كتحسي بواحد النقص فاش وليداتك كيمشيو يقراوا وانت وليداتك لا؟ انا دابا حاليا دابا كيلعبوا مع الوليدات الصغار كيتنمروا عليهم، كيبقاو يقولوا لهم بابا هبا، كيبقاو يعني واحد الاحساس كيعلم به غير الله سبحانه وتعالى. ما كرهتش ديك الوليد يسمع ويدافع على راسه، لحقاش اختي المجتمع ديالنا ما كيرحمش. دابا وليداتك كيخرجوا التنمر وما كيرحمش؟ بزاف بزاف بابا، كيديروا لهم شي حركات خايبين، ما كنخاف عليهم درجاش، كنخاف عليهم ما كنبغيهمش يخرجوا للزنقه. المجتمع ديالنا اختي ما كيرحمش، يعني حنا ماشي عندنا ديك حتى الوليدات نفسيتهم مدمره، كيتعرضوا للتنمر بزاف، ما كاينش العلاج، بزاف ما كاينش المدرسه، ما كيمشيوش للمدرسه. دابا راه حاليا راه باركين ليا، البنيه الكبيره راه قرات عام وبركات، والوليد حتى هو ما عمره ما مشى للمدرسه. ما قالوش لك الاطباء شنو السبب حتى الوليدات ما كيسمعوش؟ داروا لينا واحد التحليله ديالي انا والاب ديالهم، قالوا لينا الفصيله ديال الدم متقاربه، ما كيجيني لا من العائله لا والو، فصيله متقاربه. علاش الوليدات جا عندهم هاد الوقت؟ جا عندهم هاد الاعاقه ديال السم والبكم، الحمد لله على كل حال. هي الانسان الحمد لله، هادشي ديال الله، هذاك الشيء اللي كاين.
ولكن خاص العلاج، خاص اللي يعاونكم باش تعالجوا هاد الولاد ما يبقوش في هذا الوضع هذا. ما بغيتش غير باتري وخيط، الحمد لله عايشين باش ما قسم الله، راضيين بداكشي اللي عطانا الله، ما بغيناش شي حاجه اختي، بغينا باش باتري وخيط لولدي. البنيته اللي عندها 15 عام صافي ما قدرتش مازال دير زرع القوقعه، فات الحال. لا صافي هي لا يمكن لها ديرها، ولكن خفت عليها لحقاش النسبه ديال النجاح ديالها قليله. ماشي بحال الوليد. لا ماشي بحال الوليد، لا ما زعمتش عليها ما قدرتش. دابا الوليد قلتي لي خاصها عمليه اخرى، ديالها غادي ديالها خاصها ديال زرعه القوقعة، كل 6 سنين كيعاودوها لهم. دابا هو بقى لي عام باش غيستافد من هاد لاباراي هادي باش نعاود لي عاوتاني العمليه. دابا حاليا انت شنو خاصك؟ شنو محتاجه؟ النداء اللي كنت توجهيه للمحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن وقادرين انهم يوفروا لك هاد الاله ديال السمع هادي. كنطلب من المحسنين الله يجزيهم بخير يشريوا لي غير خيط وباتري، الله يرحم ليهم الوالدين، هادشي اللي كنطلب هو هذا. الرقم ديال الطاكسي ديال التليفون شحال؟ 026-76-62-08. هيدينا الله يجزيكم بخير، كيف ما كتشاهدوا معنا هذا النداء ديال هذه الام، خليك اختي خليك، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا عندها جوج الوليدات، جوج من الصم والبكم، الوليد الصغير دارت ليه العمليه الحمد لله ديال القوقعه، ولكن دابا حاليا راه بحال ما دايرش العمليه، حيت القوقعه خاصها هاد لاباتخي هادي وخاصها هاد الخيط، الا ما كانوش ما غاديش تقدر تخدم. دابا الوليد ما كيسمعش ياك، دابا ما كيسمع ما والو. تمشهور هو جالس ما كاينش علاج. كنتمنى منكم الله يجزيكم بخير، الناس اللي في قلوبهم رحمه، الناس اللي داخل وخارج ارض الوطن تعاونوا معها، الام محتاجه والو من غير ما تعطيوهاش سيدي الفلوس، هي ما باغاش فلوس، هي بغات غير هاد الباتري وهاد الخيط، شي محسن يتكلف ورينا. يعني نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا هذا هو الباتري والخيط اللي محتاجه ليهم، هذا الباتري خاصها ضروري، وهذا الخيط هذا حيت ما كانوش راه ما كايناش قوقعه. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير، هذه الام يعني كيف ما كنقولوا وصلت بها العظم، مابقاتش قادره انها تشوف ولادها كيتعذبوا وهي ما قادره دير ليهم والو، الله يسمح لينا من الوالدين راه ماشي ساهل. كنتمنى منكم مشاهدينا الارقام ديال السيدات كنحطوهم بغرض المساعده فقط، الناس اللي غتتصل باش غتساعد فقط، ماشي بشي اغراض اخرى ولا اخلاقيه اولا نصب والاحتيال. هاد السيده كيف ما قلت شي جمعيه تكلف اولا شي محسن داخل او خارج ارض الوطن، الحمد لله كاينين جمعيات ايضا يقدروا انهم يتكلفوا ويجيبوا هاد الباتري ويجيبوا هاد الخيط هذا لهاد الام اولا شي محسن داخل وخارج ارض الوطن، حيت الجزاء ديالو غيكون كبير مع الله، حيت فضلوا هذا الوليد غيرجع يسمع. الحمد لله يلاه ولا كيقول ماما، يلاه ولا كيقرا الحروف. دابا حاليا دابا ماشي سهله، الله يجزيكم بخير مشاهدينا، تواصلوا مع هذه الام وساعدوها. الرقم هو 026-76-62-08، الرقم هو 026-76-62-08، هذا هو الرقم. كنحطوه كيف ما قلت مشاهدينا وكنذكرها ديما، الارقام ديال السيدات كنحطوهم بغرض المساعده فقط، راه اللي فيهم كافيهم، راه باش توصل لهذه المرحله وتخرج وتهضر وتوجه لكم النداء، الا وانها وصلت لواحد المرحله اللي صعيبه ماشي تزيدوا عليها. اختي قولي لنا الرقم ديالك. 026-76-62-08. يعني الام راه في واحد الحاله نفسيه صعيبه لدرجه انها اون فوا كتهضر معاها كتبقى تبكي. الله يجازيكم بخير، عاونوها ساعدوها، ما محتاجه لا الفلوس لا والو، بغات غير هذا الوليد يرجع يسمع ان شاء الله. وهنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم، نهاركم مبروك.